بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين. اليوم التاريخ 20 واحد عام 1440 يا شباب، اليوم يصادف التاريخ الأحد يا شباب. اليوم شرينا قفص اللي هو الكبير الأكبر من 601. طبعا أنا شريت هذا القفص الكبير علشان أبغي أجمع طيور الروز كلها في قفص واحد، وإن شاء الله بعلمكم. طبعا إحنا حين خشينا في موسم الإنتاج، أنا ما أحب يعني أجني اللي هو طيور الروز، يعني أخلي سلالة واحدة مثلا هذاك الجوز، أبغي أطلع مثلا نسلة نفس الفصيلة، لا أنا أبي أجمع الطيور كلها في قفص واحد علشان أعرف أعطش الطيور وأعرف أنظف المحكر والبيضات إن شاء الله. اليوم هذا البيضات واحدة هنتين ثلاث أربع خمس بيضات بحطها في هذا القفص الكبير. إن شاء الله رايح أصور لكم بعد ما أجهز البيضات والقفص، بس حبيت أوثق إن اليوم التاريخ 20 واحد عام 1440 يا شباب، وبنستخدم خلطة ولد الشرقية لتحسين الإنتاج. طبعا أنا معطش الطيور من البارحة الساعة 6 المغرب شايل الماي، والآن الساعة 10 صباحا. بعد ما أخلص إن شاء الله من هذا القفص رايح أعود أصور لكم مرة ثانية، خليكم معي يا شباب. أيوة يا شباب، بعد ما خلصنا شوفوا القفص جهز اللي علمتكم، اللي هذا القفص اللي يكون أكبر من 601. زين، بنحط فيه بيضة بيضتين ثلاث أربع خمس بيضات. شو نسوي؟ هذا المنشار حق الخشب بس، فقط ناخذ شوف طبقة يدي ونحطها بس في البيضة وننشرها. طبعا اللي بعدين الروز يجي هو يصفه نفس هذه الطريقة. طبعا هذا الروز هو اللي صفه، شلت اللي هو الخوص وحطيت بس منشار خشب علشان يكون الامور طيبة. شوف طبقة يدي، لا نزيد ولا ذا، اوكي، بس تفرشه، اوكي، طبقة يدي ونحطها ونفرشه حق طيور الروز. وبعدين بنحط اللي هو خوص السعف هنا. وين الكيس حق خوص السعف يا شباب؟ لحظة بس، زي كذا الطريقة، وبنعلقه إن شاء الله بعد ما يخلص يكون جاهز. خليكم معي يا شباب، خليكم معي. أيوة يا أبو الشباب، طبعا وجهزنا كل شيء. شوف حطينا خوص السعف وحطينا خمس بيضات، زين، ولا ننسى الأملاح يا شباب. الكالسيوم هذا زين جدا حق الروز. زين لحظة بس، طبعا علقت واحد هنا واحد يمين واحد يسار، وخلصنا الخوص وحطينا زي ما علمتكم خمس بيضات، وان شاء الله بنجمع طيور الروز كلها في هذه الحظيرة. لحظة بس شوفوها، يعني ما شاء الله كبيرة. شوف قفص واحد بنجمع طيور الروز كلها في هذا المحمية الصغيرة. المحمية الصغيرة علشان انا زي ما علمتكم ما ابغى يعني اطلع شكل واحد، ابغيها عدة اشكال، واللي يبغى يجرب يجرب. انا طبعا هاوي طيور روز وعصافير حب وكروان ما شاء الله، وهذا الهوجو ما شاء الله قريب انتاج معنا باذن الله تعالى، رايح اوريكم. ومعطش الطيور يا ابو الشباب من البارحة الساعة 6 المغرب، وبنستخدم اياهم خلطة ولد الشرقية لتحسين الانتاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا أبو الشباب، شوف أنا تعمدت اليوم خليت التاريخ 20 لأنه باقي على نهاية شهر واحد 10 أيام وندخل في شهر 2. اليوم بنستخدم خلطة ولد الشرقية على 8 أجوز من الروز زي ما علمتكم. أول كانوا في قفص اللي هو 601، الآن حطيتهم في حظيرة كاملة. شوفوا هذا أو القفص الكبير حق 8 أجوز، وحطيت 5 مبايض والخوص السعف جديد وريتهم. طبعا هذه خلطة ولد الشرقية لتحسين الإنتاج، أول ما تحطها يطلع اللون هذا يا أبو الشباب. أنا معطشنها من الساعة 6 المغرب، الآن الساعة 12، صليت اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين. الآن بعطيهم من خلطة ولد الشرقية مدة 10 أيام متواصلة. إذا صار إنتاج خلال 10 أيام هذه يا ابو الشباب، شوف اول ما تصبها كيف تكون لونها خضراء. اذا صار انتاج خلال العشرة ليم خلاص ما نعطيهم، اذا ما صار نريحهم اسبوع ونعود نعطيهم مرة ثانية 10 ايام.
طبعا انا معطش جميع الطيور اللي عندي علشان انا احط ثلاث معالق في هذه الغرشه. اوكي زي ما شفتوا الان ان شاء الله انهم الطيور بتنزل تشرب ماي. اوكي خليك معي بسم الله. طبعا شوف كل شيء جديد، القفص كله جديد اول باول. هذا حطينا لهم اول مشربيه، شوف بتنزل الطيور تشرب. علشان اكون صادق معاكم ومعطشنهم، لا احد يقول لي يموتوا ما يموتوا. طبعا انا مشغل لهم المكيف التكييف. هذا حطينا خلطه وردي الشرقيه، ولاحظوا احنا طيور الروز رايحه تنزل تشرب ماي بعد ما عطشناها تقريبا 12 ساعة او اقل شوي. طبعا حطينا خصوص السعف والامور طيبة ان شاء الله. طبعا المكان عليهم جديد، حظيرة كاملة، كل جوز يبغى ياخذ يختار اللي انت اللي يبيها. والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله خلال شهر اثنين اوريكم ان شاء الله ان شاء الله ان في نتيجة باذن الله تعالى بعد استخدام خلطة ولد الشرقية لتحسين الانتاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف نعطيهم الخلطة مدة 10 أيام متواصلة، ثم نريح أسبوع، ثم نعطيهم 10 أيام متواصلة، وإن شاء الله بإذن الله يكون في إنتاج إذا الله كتب لك رزق في الروز بإذن الله تعالى. الروز أو الكناري أو الحسون، ما شاء الله تبارك الله. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.